دات المدام ما غاديش تلقاه. خويا راه التليفون الا تشفر ليك تنعاود نقولها ما كاينش ابليكاسيون البوليس بوحدهم اللي كيقدروا يلقاو التليفون لا تشفر بوان باغ ما كاينش كيديروا ليه انهم يحيدوه فالتليفون لا تيتشفر كيطفى ايزي. خويا امين الوالد سرقوا ليه التليفون وبغينا نعرفوا المكان ديالو خدمت فايند ماي فون لقيت التيلي طافي من نهار سرقوه ولكن ما كاينش نحدد مكان الهاتف حيت طافي وكنا ديكلارينا نهار تشفر مي ما داروا والو الحل دابا خويا علاء يلاه يا حباك اذا هذا الشيء اللي قلتي هو اللي ديما تنقولوا حنايا دوك الناس اللي كيشرحوا لكم دوك الطرق في الفيسبوك ديال كيفاش تلقى التليفون لا تسرق ليك ياك خويا علاء سير قلب عليهم وصيفط لهم هذه القضيه راه قلنا لكم هذه المدام سارينا هادوك اللي تيقعدوا يشرحوا هذاك التخربيق ما قلت لك اخويا هذاك الشيء اللي تيتقال راه هضره خاويه ديال انك تلقى تليفون كي لا تسرق لك تليفون البيع الشراي كينوض كيطفي لك التليفون وسالات مدام وسدات المدام ما غاديش تلقاه الطريقه الوحيده باش تلقاه هو انك تمشي للبوليس علاش حيت البوليس كيقلبوا عليه بالايميل السلام عليكم خويا البوليس ما داروا معاكم والو انا ما نقدرش نقول لك اخويا المهم خصك تمشي تشوف شغلك البوليس بوحدهم اللي كيقدروا يلقاو التليفون لا تشفر بوان باغ شي ابليكاسيون شي حماق تيقعدوا يشرحوه في داك فيسبوك راه تيشوفوا دوك الهنود الشرحوا تينوضوا يشرحوه ما فهمتش انا والله العظيم وحق الله راه شفت شحال من حاجه وما تنبغيش ندير الرياكشن والله العظيم راه تنشوف شحال تزعت وما تنبغيش ندير رياكشن بنادم كيبيع ويشري في التليفونات اش جابك انت السيكوريتي ولا اش جابك لهاد يا تيرقعوا تمايا تيقولوا شي هضره لا علاقه وبالحجه وبالدليل خويا راه التليفون الا تشفر ليك تنعاود نقولها ما كاينش ابليكاسيون وعلاش حيت كاع الا حيت كاين واحد المشكل ديال واحد المشكل هاردوير في التليفون تيقدر يطفى بالهاردوير يعني كتفورسي انه يطفى تقدر شي ابليكاسيون مثلا الا وركتي على ديك البوطونه ديال الطفاء ما يطفاش ولكن الا درت مثلا توش فوليوم اب مع 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 نطفي يطفى التليفون حيت هذا بحال قلتي في البيوس ما كاينش كيديروا ليه انهم يحيدوه فالتليفون راه تيتشفر كيطفى ايزي هذا من جهه اخرى خويا كما قلت لك البوليس بوحدهم اللي تقدروا يعرفوا التليفون